الأوضاع إنسانيا محزنة وتبعث على يعني الأسف الشديد، لأن تشهد أوروبا هذه الموجة من النزوح وهي الأكبر للاجئين أوروبيين منذ الحرب العالمية الثانية. موجات اللاجئين ما زالت تتدفق على محطة القطار هنا في بشمسل، وهي مدينة حدودية بولندية، وكانت القطارات تلاحقت طوال هذا النهار، لكن وصولها تراجع أعداد القطارات الواصلة هذه الليلة. عدد كبير ممن تشاهدينهم من المتطوعين البولنديين يرفعون لافتات تقترح على اللاجئين الأوكرانيين أن يبيتوا مجانا لعدة أيام، بل لعدة أسابيع، في بيوت جاهزة مع تأمين النقليات لهم إلى مدن بولندية، ومع تأمين المعونة الطبية ومواد غذائية ووجبات غذائية تؤمنها هيئات رسمية وهيئات كنسية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات أيضا إنسانية. ومعي هنا شاب سوري هو هادي، الذي وصل من السويد قبل قليل بعد أن قاد سيارته أكثر من 20 ساعة لاستقبال خطيبته الأوكرانية، التي استغرق وصولها إلى محطة القطار هنا حوالي 2 يوم أيضا. هادي يعطيك العافية، كنت عم تخبرنا من شوي عن أنه أنت تركت السويد قبل 2 يوم، وقديش أخذت معك القصة قبل يوم بالواقع؟ أنت مبارح تركت السويد، حدثني عن رحلتك الطويلة وعن رحلتها الطويلة لخطيبتك كمان. أنا طلعت السويد يوم الجمعة الصبح، وخذت الرحلة شيء 26 ساعة السيارة. اليوم وصلت شيء الساعة 10 الصبح لهون، وكان متوقع هي توصل يعني الساعة 9 الصبح لهون، ولكن هلأ يعني صار الساعة تقريبا 8 المساء ما وصلت. رحلتها كانت كتير صعبة، مليئة بالمعاناة. طلعت من كييف يوم الجمعة كمان قبلي، كان كتير في مشاكل لحتى أخذت القطار، واستقلت القطار على لفيف، وبلفيف طبعا حتى وصلت هنيك توقف القطار عدة محطات. بلفيف كان ناموا ليلة بسبب الحظر التجول، وبعدين القطار حسين. نعم. لا نسمع صوت ضيفك جيدا. اذا يعني حسين لا نسمع صوت ضيفك بصوره جيده. هل يمكن ان تقرب له المايك؟ يتحدث طبعا عن الوقت الطويل الذي يتحدث عن الوقت الطويل الذي استغرقه وصول خطيبته وشقيقتها إلى هنا، ويقول أنها غادرت كييف قبل 2 يوم ووصلت قبل قليل من الآن إلى محطة القطار هنا، كما أنها عانت من ظروف قاسية على مستوى الطقس قبل أن تتمكن من ركوب أحد القطارات. وطبعا هناك مشكلة مزدوجة، الآتون عبر البر على متن سيارات يواجهون صفا طويلا من السيارات يمتد على مسافة 30 كيلومترا، كما أن القادمين عبر القطارات وبالنظر إلى الحشد الهائل للاجئين ينتظرون 2 قبل أن يجد أحدهم مكانا له وقوفا في أحد القطارات، ويستغرق الوصول 48 ساعة.